أعزائي طلبة وطالبات الثانوية العامة، أهلا بكم في الحلقة رقم 37 من برنامج مدرس على الهوا. صباح الخير على كل طلابنا الأعزاء، صباح الخير على كل مدرسي اللغة الإنجليزية اللي بيتابعونا، واللي إحنا كالعادة مستنيين كل ملاحظاتهم حتى نرتقي بالبرنامج وندنو من الكمال. معانا النهاردة 5 من كوادر اللغة الإنجليزية على مستوى الجمهورية، وهنتناقش مع بعض ونحلل سؤال الكريتيكال ثينكينج في شابتر 4. نتعرف بيهم الأول. صباح الخير مستر نبيل. صباح الخير مستر أحمد. صباح الخير مستر خالد. صباح الفل أستاذ أحمد. صباح الخير مستر خالد. صباح الخير مستر احمد. صباح الخير مستر صلاح. صباح الفل مستر احمد. صباح الخير مستر رمضان. صباح الخير مستر احمد. صباح الخير. نرجع مع بعض تاني ونحاول نشوف سؤال الكريتيكال ثينكينج في شابتر 4. نبدا مع مستر نبيل بكير وكويستشن نمبر 1 بيقول: مايكلز مين وينت تو ذا هانتنج لودج تو هايد ذير ايفل ورك. وات دو يو ثينك هايد ذير ايفل ورك مينز؟ مستر احمد بيقول ان ديوك مايكل زمان، رجال ديوك مايكل جايين طبعا هانتنج لودج عشان يخفوا عملهم الشرير. ايه المقصود بعملهم الشرير؟ طبعا ديوك مايكل افتر بتاع ديوك مايكل زمان هاف جاست كانوا حالا كدناب ذا ريل كينج، خطفوا الكينج الحقيقي اند كيلد هيز بيرسونال سيرفنت، الخادم الخاص بتاعه جوزيف. دي وير كارينج سبيدز، كانوا شايلين سبيد جواريف. اوف كورس طبعا مش عشان تو بلاي هايد اند سيك يلعبوا ستوما، لا زي كيم سو اس تو بري جوزيف ذا بادي، يدفنوا جثه جوزيف سو اس تو هايد ذير هوربل كرايم عشان يخفوا جريوتهم الشنعاء سو اس نوت تو بي ديسكفرد. جميل. ذاتس اول. جميل. كويستشن نمبر 2 مستر نبيل بكير بيقول: وات داز راسندل مين ذات سام اوف ذوز ايفل مين شود جوين جوزيف؟ مستر احمد بيقول هنا رودلف راسن بيقول ان بعض من هؤلاء الاشرار المفروض ينضموا الى جوزيف. انتوا عارفين يا جماعه ان جوزيف طبعا واز كيلد باي ديوك مايكل زمان. راسن ونتد تو تيك ريفرس، عايز ينتقم له، فبيقول هنا لكينيث سابت: اي ثينك ذات سام اوف ذوز ايفل مان شود جوين جوزيف. هي مينت ذات سام اوف ديوك مايكل زمان ماست بي كيلد، لازم يتقتلوا لايك جوزيف. must join him، لازم ينضم اليه in his death. That's all. جميل. جميل. هننتقل مع question number 3 مع مستر خالد عطيه. السؤال بيقول: Seth believed that killing two of Michael's men would give Michael something to worry about. Do you agree? Why and why not? تمام. مستر احمد بيسالنا وبيقول يا جماعه ان سبت او سبت بيقول ان قتل اتنين من رجال مايكل ده هيعمل قلق شويه لمايكل، هل الكلام ده صح ولا لا؟ طبعا I agree with that because مايكل realize، هيدرك ساعتها that he is fighting such a strong man like راسندل، انه بيقاتل واحد قوي جدا زي راسندل، فهيعمل حسابه يعني. So Michael had to be careful and so wise before killing or deciding to kill the king or to fight him. هيبقى عامل حسابه او هو بيقاتل راسندل او يعني he should be careful with him، هيبقى حريص معاه. جميل. Question number 4 بيقول: Why do you think راسندل covered his face and pretended that he had a bad tooth when they stopped at the farm؟ تمام. هو مستر احمد بيقول ليه راسندل covered his face، غطى وشه كده يعني خبى نفسه من الفارمر. احنا عارفين طبعا الموقف من بدايته ان سابت اند راسندل هاد سام ريست ات ا فارم، وقفوا كده في مزرعه يريحوا شويه. طب ما كده ذا فارمر مايت ريكوجنايز هيم، كان ممكن يتعرف على راسندل، عشان كده راسندل واز كيرفول اند وايز، كان عنده حكمه هنا وحرص شويه. هي كفرد هيز فيس ويل، فغطى وشه كويس سو از نوت تو بي ريكوجنايزد، عشان ما حدش يتعرف عليه. او ببساطه نقدر نقول كده في جمله واحده: هي ديدنت وونت ذا فارمر تو ريكوجنايز هيم، عشان الفلاح ما يتعرفش عليه. That's all I think. جميل. Question number 5 مع مستر خالد عبد الهادي. Why do you think Michael asked Rosendil to meet his men at Flavia's house؟ سؤال مستر احمد، سؤال مهم جدا لينا، بيقول ليه دوك مايكل كان حريص ان هو يخلي راسندل يقابل رجالته في القصر او المنزل بتاع برنسيس فليفي. Of course Michael hates Rosendil completely and he wants to send him a message.
you will never be safe as long as you are here in the capital. طبعا هو عاوز يوصل له رسالة، انت عمرك ما هتبقى في امان طول ما انت هنا في العاصمة. He wants to frighten him، عاوز يخوفه. He wants to say that your life will be in danger، هتبقى في خطر. As you are pretending you are my brother، طبعا انت بتتظاهر باني ايه اخويا. That's the answer. جميل. Question number 6 بيقول talking about his men، Michael says these gentlemen are the most loyal and honest of king's servants. Do you think he was really telling the truth? Why and why not? سؤال مستر احمد بيقول ان انا عاوز اقدم لك الناس اللي هم اوفياء جدا للملك، very loyal to the king. اتكلم على رجالته، بيقول ان هم loyal to the king. هل احنا هنتفق هل فعلا رجاله الدوك مايكل كان اوفياء للملك؟ Of course not. I don't think so. He's a big liar. طبعا مايكل مشكلته ان هو a big liar، كذاب كبير جدا. He was able to deceive many people especially from the poor district. كان قادر ان هو يخدع ناس كتير جدا 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 بالذات من الحي الفقير. He deceived them and promised them with a better future. وعدهم بمستقبل افضل. He wants only to be the king and that's all. And he is now trying to deceive Rassendyll. بيحاول يخدع Rassendyll تاني ويقول له these are the men who are very loyal to you. Of course they are not loyal to him. So that Sept said, عشان كده Sept قال they are loyal to Duke Michael only. رجال الدوك مايكل أوفياء لي هو بس. And sure they will try to kill you if they can. وهيحاول يقتلوك في أي وقت. And they are criminals. وهم مجرمين. ده كان رأي Sept في رجالة دوك مايكل. Of course Michael was lying. كان بيكذب. And sure they are not loyal to the king. They are loyal only to their leader اللي هو Duke Michael. That is the answer. جميل. ننتقل لمستر صلاح عبد الله و question number 7 بيقول Rassendyll tells Michael that his hand was hurt from an animal bite and he is waiting to see if the bite is poisonous. He also says that he is sure that the animal will try to bite him again. What do you think all this means? هنا يا جماعة السؤال مستر أحمد بيوجهه إن راسندريلا بيخبر مايكل إن الإصابة اللي موجودة في إيد راسندريلا في أحد أصابع يده دي من لدغة حيوان، وبينتظر هيشوف اللدغة ديت إذا كانت سامة ولا لأ، وكمان بيخبر مايكل إنه متأكد إن الحيوان ده هيحاول يلدغه مرة تانية. Rassendyll is really talking about the Duke Michael, about his poison and kidnap of the king, about his men's shooting at Rassendyll. Duke Michael understands this and threatens that he will try again to kill Rassendyll by saying this animal might bite you again. يبقى يا جماعة الكلام كان فعلا راسندل الكلام ده ديوك مايكل ان هو عارف كل الامور اللي ديوك مايكل بيقوم بيها من مسؤوليته عن تسمم واختطاف الملك وكمان من محاولة رجاله اطلاق النار على راسندل لقتله. وهنا مايكل فهم طبعا الكلام دوت وهدد راسندل بمحاولة قتله مرة ثانية بأنه قال له إن هذا الحيوان ربما يلدغك مرة ثانية. جميل. Question number 8 بيقول Why does Sept say to the servant at the secret door All young men like to ride their horses now and then So why not the king? هنا يا جماعة مستر أحمد بيقول إن هنا في رجوع Sept وراسندل للسكر الدور باب الخلفي من القصر كان موجود هناك الخادم رايلر فهنا بيقول له ان كل الشباب بيحبوا يركبوا الخيل من حين لاخر واي نوت ذا كينج ولما لا الملك مش احد الشباب طيب ايه المقصود بالكلام ده سب وانتس ذا سيرفنت ثينكس ذات ذا كينج ووز اونلي
out for fun. كان فقط للايه؟ للمتعه بركوب الخيل. He doesn't want the servant to know anything about where they were. وكمان ضاف سات وقال it's best not to trust people too much. الكلام ده يعني هنا سات كان عاوز ان الخادم دوت يعرف فقط ان الملك كان في الخارج القصر في التوقيت ده علشان ركوب الخيل من اجل متعه علشان فيلر ما يعرفش هم كانوا او يفكر كانوا فين. وكمان بعد كده سات اخبر راسندل ان اتس بيست من افضل نوت تراست بيبول الا تثق في الناس كثيرا. جميل. ننتقل لمستر رمضان التركي وكويستشن نمبر 9 بيقول Why do you think that Sapp told Freyler not to say anything about Rassendyll's injured hand? مستر احمد بيسالنا بيقولنا هو ليه سابت ما قالش لفرايلر عن اصابه صابع رودولف راسندل. في البدايه اولا وضد سابت تيل فرايلر اباوت راسندلز انجري فينجر. ده كان سؤال جه في امتحان 2016. هو طبعا قال له his finger was caught in a door. قال له ان الباب قفل على صابعه. ده كان تبرير الاولاني. طب هو ليه بقى مش عايز يقول له عن الاصابه؟ الاجابه المنطقيه نقول he didn't want anyone to know that the king was out. He didn't want to anyone he didn't want anyone to know that the king was out. تمام. ادي اول حاجه مش عايز حد يعرف ان الملك كان ايه، كان خارج. ادي حاجه كده اساسيه. يبقى انا بقول كده he didn't want anyone to know the king was out because all people know that the king was asleep at that time. الناس كلها عارفه ان الملك نايم في الايه، في اللحظه دي. يبقى الاجابه هي كده التمام. اوكي جميل. question number 10 بيقول do you agree that Rassendyll's injured finger served him well why and why not. هل تعتقد ان اصابه اصابع رودولف راسندل كانت خدمته ولا لا؟ I agree. طبعا I agree because when he was asked to sign any document he told him that he couldn't do that because his of his finger. اما كان يقول له وقع اي مستندات يقول له لا ما اقدرش عشان صبعي. And that served him because his writing was different from the king. خطه كان مختلف تماما عن ايه، عن الملك. يبقى انا لما جاوب اجابه بسيطه قوي اقول طبعا I agree، انا موافق، because his writing was different from the king and when he was asked to sign any document he refused saying that his finger was hurt. جميل مستر رمضان. ننتقل لمستر نبيل بكير ونشوف question number 11 بيقول ايه. What do you think would have happened if Sapt and Rassendyll had been killed during the fight against Michael's men? مستر بيقول انا تعتقد ايه اللي كان هيحصل لو معيش اقول السؤال تاني كده. Again, what do you think would have happened if Sapt and Rassendyll had been killed during the fight against Michael's men? تمام. بس بقول انا تعتقد ايه اللي كان يحصل لو راسندل وسابت اتقتلوا عن طريق رجال ديوك مايكل. اكيد اف سابت اند راسندل هاد بين كيلد اكيد ذا سيتي وود هاف جن تو ديوك مايكل ودن 24 اورز اور اي كان سي ديوك مايكل وود هاف دومينيتد ذا ثرون، هيهيمن او سيطر على العرش. اور ديوك مايكل وود هاف control the city or Duke Michael would have become the king of Rutania. تمام. هيبقى ملك روتانيا. جميل. question number 12 بيقول Sapt says to Rassendyll even Fred thinks you are the real king and I think we can do this. What do you think Sapt means? المستر بيقول هنا ان Sapt بيقول ان والسؤال تاني كده معلش. Again question number 12. Sapt says to Rassendyll, even Fred thinks you are the real king. I think we can do this. What do you think Sapt means? انا مستر بقول هنا ان سابت بيقول لراسندل حتى فريدز بيعتقد ان انت الكينج. ده معناه ايه؟ ده انتوا عارفين طبعا ان طبعا after the king had been kidnapped and Joseph had been killed there was no other way. مفيش طريقه ثانيه غير ان راسندل should continue with the game. جميل. كيل سابت took a long time so as to persuade Rassendyll so as to continue pretend to be the king. يعني سابت استغرق وقت طويل جدا عشان يقنع راسندل انه يستمر في الرحله.
في انه استمر يبقى كينج يعني. هنا طبعا this mean that their plan was a success. ده معنى كان ده الخطه بتاعتهم ناجحه بدليل ان فريدز نفسه mistakes for Rassendyll to be the king. يعني ان هو اخطا ان ده Rassendyll هو الكينج. معناه ان الكلام ده من تقارب الشبه بينه وبين الملك. يبقى معنى الكلام ده ان الخطه بتاعتهم was a success. تمام. ناجحه. اوكي. ننتقل لمستر خالد عطيه وكويستشن نمبر 13 بيقول: What do you think would have happened if Rassendyll had refused to continue pretending to be the king? مستر احمد يا اولادنا بيسالنا وبيقول: يا ترى سبت كان هيعمل ايه او ايه اللي كان ممكن يحصل لو رفض راسندل انه يرجع تاني الثلث؟ اوكي. طبعا I think that Sept may or might collect some soldiers. كان ممكن يجمع بعض الجنود and attack Michael's castle to save the king. ويحاول يهجم على القلعة just for saving the throne. لمجرد انقاذ العرش وانقاذ مين؟ الملك. اوكي. لكن طبعا there are many results. في نتائج كتيرة. اوكي. That will be witnessed. هنشهدها في الموقف ده. If Rassendyll refused to go back. لو رفض Rassendyll يرجع and Sept couldn't set the king free. وما قدرش Sept يحرر الملك. At this time Sept and Fritz might be killed or imprisoned. As we said before. ممكن زي ما قلنا من شوية Sept و Rassendyll يتقتلوا أو يتحبسوا. At the same time the real king would be killed. المايكل الملك الأصل هيتقتل. ليه؟ Because he is under Michael's control at the castle of Zinda. لأنه دلوقتي تحت رحمة مين في القلعة؟ مايكل. So Michael could kill him at any time he likes. فممكن يخلص عليه في أي وقت. That's all I think. جميل. Question number 14 بيقول: Why do you think Rassendyll used a new servant who had never met the real king? تمام. مستر أحمد السعيد بيوجه لنا سؤاله بيقول: سؤال مهم. هو ليه راسندل استعمل خادم جديد في القصر مكان جوزيف اللي اتقتل يعني اللي هو فرايلر؟ اوكي. فطبعا كنا من شويه برضو في الحلقه اللي قبلها قلنا ان سابت واز كيرفول وايز اند كوشس انسان حريص وحكيم. هي ديسايدد تو يوز ا نيو سيرفنت هو هاز نيفر سين ذا كينج بيفور. قرر يشوف واحد عمره ما شاف الملك. ليه؟ سو از نوت تو بي ايزلي ريكوجنايزد عشان ما حدش يتعرف على الملك بسهوله. ليه بقى؟ Because if he knew the king well before, اصل لو عارف الملك من الاول, he might notice some changes at the king's behavior. ممكن يا جماعه يلاحظ بعض التغيرات at the king's behavior على سلوكه مين؟ وتصرفات الملك. So it may be a chance to suspect him, وبالتالي ممكن يشك فيه. And if this happened, everything would be a disaster. ولو ده حصل طبعا الموضوع هيبقى مشكله كبيره لان Rassendyll would be discovered, هيكتشفوه في الوقت دوت. ننتقل لمستر خالد عبد الهادي وكويستشن نمبر 15 بيقول: Rassendyll told everyone that he couldn't ride because of his finger. Do you think that was the only reason why he didn't want to ride? سؤال مستر احمد لينا طلبنا الاعزاء بيقول: Do you think that Rassendyll cannot really ride because of the injury of his finger? هل Rassendyll فعلا ما كانش عارف يكتب عشان الإصابة اللي في صباعه؟ I don't think so, of course. It is just an excuse. ده مجرد عذر. ليه؟ Why it is just an excuse? Because the handwriting is completely different from the king. خط إيد Rassendyll أكيد هيختلف عن خط الملك. حتى في حتة مهمة جدا في الشابتر بتاعنا لما سبت في مرة بيقول له sign this paper, sign this permission. اجد لنا التصريح ده. قال له look Sept, I can pretend to be the king because I look like him. But that doesn't mean I can write like him too. فده يوضح لنا جدا ان Rassendyll didn't want to write because of the injury. No, because the handwriting is completely different. In order not to be discovered. In order not to be discovered. And of course, bad things, disasters will happen as Mr. Khalid told us. جميل. Question number 16 بيقول: What do you think Fritz means when he says it is a steel meat? Very good question. سؤال جميل قوي مستر احمد السعيد بيساله لنا. Fritz كان قصده ايه لما قال it's a steel meat. Steel meat دي ورطه. احنا في مشكله. Fritz قال كده امتى؟ احنا عارفين after the king had been kidnapped بعد ما الملك اتقتل and Joseph was killed. Sept
returned to the palace with Rassendyll. رجع القصر مع Rassendyll. فريدز طبعا after he had known what happened to the king, بعد ما عرف اللي حصل للملك and his servant, he wanted Sept to take steps, to take revenge of Michael, to do something. ساعتها Sept رد عليه قال له we cannot do anything, ما نقدرش نعمل حاجة. Because we cannot say that Duke Michael kidnapped the king. Duke Michael killed Joseph. Without admitting that Rassendyll is not the king. بدون ما نعترف ان Rassendyll مش هو الملك. So we cannot do anything. ساعتها Rassendyll رد عليه برضو وقال له and if we did, لو عملنا كده there will be a fight. هيبقى في حرب. May lead to a civil war. ودي ممكن تبقى حرب أهلية. So Fritz said, it's a stalemate. We cannot say you have kidnapped the king, and Rassendyll cannot say that Duke Michael, you did blah, 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 and of course, all people will know that Rassendyll is not the real king. لا عارفين يتهموا مايكل ولا مايكل قادر يقول ان هم مش الملك. عشان كده فريدز قال, it's a stalemate, احنا في ورطة. That's the answer. جميل. ننتقل لمستر صلاح عبد الله بكويشن نمبر 17 بيقول, Do you agree with Rassendyll that a pretend king's life is harder than a real king's? Why and why not? هنا مستر أحمد سعيد بيقول إن حياة الشخص اللي بيقوم بدور الملك أصعب بكتير من حياة الملك الحقيقي. Of course. بالطبع لعدة points هنا. واحد, a pretend king has to learn all the king's duties and he must know what to say to the many important people he has to meet every day. Also, a pretend king should be very careful so that nobody will realize that he isn't the real king. يبقى يا جماعة بنقول ان اللي بيقوم بدور الملك عنده صعوبات وحياته اصعب لانه لازم يعرف كل واجبات الملك. النقطه الاولانيه. بعد كده لازم يكون يعرف هيقابل الناس ازاي وهيقول لهم ايه, الناس المهمين من وزراء وضيوف وناس خارج البلاد وناس مهمه بيقابلها كل يوم, هيقول لهم ايه, وكل يوم عايز يعرف هيقول للناس دي ايه. نقطه كمان مطلوب منه كمان, نقطه ثالثه, ان هو يبقى حريص جدا علشان ما فيش حد يقدر يلاحظ او ياخد باله ان هو ليس الملك الحقيقي. جميل. Question number 18 بيقول, Do you think it was a good idea for Rassendyll to give due care to the poor? Why? مستر احمد بيقول, هل يعني دي فكرة كويسة ان Rassendyll عاوز يعطي اهتمام للناس الفقراء؟ Of course. Rassendyll wanted to stop poor people from thinking badly about the king. And if there was a fight with Duke Michael, they wouldn't support him. Actually, poor people wanted the king to take care about them and their lives. يبقى بنقول ان هنا الاهتمام بالفقراء. المقام اول, Rassendyll اراد ان الفقراء يحاولوا ما يتكلموش بعد كده او ما يفكروش في الملك تفكير سيء, وكمان لو كان في قتال مع ديوك مايكل ماش لن يدعموا ديوك مايكل, they wouldn't support him. في النهاية الفقراء عاوزين ايه؟ عاوزين الملك يهتم بيهم ويهتم بايه؟ بحياته. جميل. ننتقل لمستر رمضان التركي وquestion number 19. Do you think that Sept was persuasive? Why and why not? السؤال أعزائنا الطلبة, هل تعتقد أن كورنيل زابت ده مقنع ولا لأ؟ وقول ليه وليه لأ؟ طبعاً لو مسكت كورنيل زابت في الإقناع, أول حاجة كده في الموقف الأولين بتاع شابتر 3 ما قال he persuaded رودولف Rassendyll to act like a king, أما أقنعه أنه هو يمثل دور الملك. جميل. في شابتر 4 أو في شابتر 3 برضو he persuaded Rudolf Rassendyll to return to the capital and play the role of the king again. قال له ارجع العاصمة والعب دور الملك تاني.
والا مايكل هيقتل الملك الحقيقي وهو الملك. شو كومبليت ذا ميشن. تمام. ثالث حاجه بقى وين فريتز ديسايدد تو اتاك مايكل تو فري ذا كينج هي برسويدد فريتز نوت تو دو سو. اقنعه انه ما يعملش كده. يبقى انا لو قال لي اقنع زابت انا عندي اكتر موقف اقنع رودولف لاسندل انه يمثل دور الملك واقنعه انه يلعب دور الملك للمره الثانيه واقنع فريتز انه ما يهاجمش مايكل والا حياه الملك تبقى فيه في خطر. ده الاجابه كامله. تمام نشوف مع بعض question number 20 بيقول do you think Rosendale was right to have doubts about someone realizing that he is not the real king why and why not. هل تعتقد ان رودولف راسندل كان له الحق ان يكون لديه شكوك ان في حد ممكن يدرك ان مش هو الملك الحقيقي؟ I think so. اعتقد ذلك طبعا. I think so. If people know that he was not the real king his life would be in danger. لو ناس ما عرف لو ناس عرفت انه مش هو الملك هتبقى حياته في خطر. And then Michael might imprison him or kill him. حاجة من حاجتين. يبقى أنا هنا كده I think so. أدي واحد كده دي الإجابة النص الأولاني بدي نص الدرجة. الدرجة بقى تكمل لما أقول I think so because if people know that he was not the real king. لو الناس عرفت إن مش هو الملك الحقيقي his life will be in danger. حياته هتبقى في خطر. And Michael might kill him or imprison him. جميل. ننتقل لمستر نبيل بكير with question number 21 بيقول Do you agree that Rosendale's killing two of Michael's men was some sort of revenge? Why and why not? مستر بولينا ان هل ان قتل راسندل الاثنين برجال مايكل هل يعتبر كنوع من انواع الانتقام؟ اوف كورس اي اجري. بدليل ما خدنا في القصه لما راسندل طبعا برسويدد سابت لما قال له I think that some of those evil men should join جوزيف ينضم جوزيف يعني كان عايز ينتقم له. يس اي ثينك ذات اي اجري طبعا ذات هي ونتد تو ريفنج فور جوزيف بدليل ان هو كيلد تو اوف ديوك مايكل زمان. كويستشن نمبر 22 بيقول واي دو يو ثينك راسندل تيلز ذا برنسس ذات هي وود لايك مايكل تو بي نير هيم بيكوز ذي ار فاميلي اند شود هيلب اند سبورت ايتش اذر. المستر انا بقول هنا ان راسندل قال للبرنس فلافيا ان يحب ان مايكل يكون قريب منه بتاعه الكلام دوت ليه يعني سبب هي اكتر من الاجابه. انتوا ملاحظين قبل كده ان البرنس فلافيا ريلايز ذات راسندل او ذات ذا كينج هاز تشينجد في تغيرات في تغيرات فراسندل وانتس تو بروف ذات هي هاز تشينجد انه فعلا اتغير. فعايز بتاع انه اتغير فقال الكلام ده او برهابس he wants her طبعا to know that he has really changed so as not to be discovered. That's all. Yeah. Or in order to cover his mistakes. Well, so as not to so as not to discover so as not to fall into any mistakes او كلام ده ماشي. Good. ننتقل لمستر خالد عطيه وكويستشن نمبر 23 بيقول Fred was told to guard the king's room, but when Sepp and Rosendale returned from the hunting lodge, they found him asleep. What do you think this tells us about Fred? تمام يا مستر احمد. طلابنا هو مستر احمد بيسال وبيقول طبعا كان دور فريتس ان هو يحرس اوضه نوم الملك لما فريتس وسبت مشيوا تمام؟ رجعوا لقوه تقريبا كان ايه يعني مش مركز او نايم شويه كده. ده بيعكس ايه عن شخصيه فريتز تمام. طبعا وي كان سي ذات فريتز از نوت سو ريسبونسبل مش ما عندوش احساس بالمسؤوليه عالي يعني هي از نوت كيرفول انف مش حريص بدرجه كافيه بيكوز ات ذيس تايم هي هاد ا سبيسيفيك ميشن تو دو عنده مهمه معينه يعملها اللي هي هي واز اسكت تو جارد ذا كينجز بيدروم مطلوب منه حمايه اوضه نوم الملك سو هي هاد تو بي كيرفول هي هاد تو بي اويك اول تايم so as not to be recognized discovered عشان ما حدش يكتشف الايه الموضوع. That's all. جميل. Question number 24 بيقول think of two examples to show that it was too hard for anyone to discover the real king or the real identity of Rodolf Rosendale. تمام. مستر احمد هنا برضه سؤال واضح لينا يا جماعه بيقول يعني عايزين مثالين يوضحوا ان راسندل كان بارع في التنكر ده يعني او كده ومحدش قدر يكتشفه. هو في عده امثله. اولا طبعا
لو خدنا النوفل من البدايه شويه كده. برنسس فيليفيا noticed some changes. هي صحيح لاحظت شويه تغيرات at Rassendyll but she couldn't recognize him. لكن في نفس الوقت هي ما قدرتش ايه تتعرف عليه. Although Lord Topham saw him on the coronation day. بالرغم ان Lord Topham شافه he couldn't recognize him. Okay. The marshal met him at the station. قابله المارشال في الستيشن وطبيعي ان المارشال شاف الملك كذا مره but he couldn't recognize him. برضه ما قدرش يتعرف عليه. Guards themselves الحرس نفسهم at the station couldn't recognize Rassendyll. ولو انتوا فاكرين بقى when Sept and Rassendyll came back from the hunting lodge لما رجع Sept وRassendyll من الهانتنج لودج فريتز thought that this is the real king. افتكر فريتز ان ده مين الملك الاصلي. As you remembered وزي ما انتوا فاكرين يا اولاد he bowed to him انحنى لي as if he were the king على اساس ان هو مين الملك. وسبت قال له even Fritz thinks you are the real king. شفت حتى فريتز اللي عارفك فاكرك الملك. يبقى فعلا there are many examples to prove that Rassendyll was good at pretending and no one could discover him. That's all I think. جميل. ننتقل لمستر خالد عبد الهادي وquestion number 25 viewer. Do you think it was a serious mistake when Rassendyll kept Michael waiting outside the guest room at Flavia's house? بيطرح علينا سؤال جميل جدا ومهم. بيقول هل تعتقد ان Rassendyll عمل serious mistake او big mistake خطأ كبير يعني لما ساب ديوك مايكل واقف برا for a long time ملطوع كده وما ادولوش اذنه يخش؟ طبعا yes of course it was a very big mistake خطأ كبير جدا. Because Rassendyll now is the king. And he should know that no one is allowed to enter his room or any place he is found موجود فيه without his permission بدون إذن. دي أول حاجة. تاني حاجة هو he knows that Michael is supported by a lot of people. ودايما the poor people الناس الفقراء في أي مجتمع بيبقى هم الأغلبية the majority. فإت إز نوت جود أيديا تو ميك Rassendyll أنجري. مش صح إنك تخلي مايكل متضايق. حتى فليفيا قالت له كده Do you think it's a good idea to make Michael angry؟ هو ورد عليها سألها قال لها How am I making him angry؟ وأنا هضايقه إزاي؟ طبعا كان ناسي خالص الرولز اللي القواعد اللي بتقول No one is allowed to enter without his permission. وحتى لما عرف بنقول بقى هل هو خطأ ولا لا؟ اه خطأ طبعا. ليه؟ مايكل is supported by a lot of people زي ما قلنا بيدعموا ناس كتير. It's not good to make him angry. مش صح ان احنا نسيبه بره ونخليه متضايق because a lot of people would support him. ناس كتير هتدعمه if there was a fight لو في حرب. That's the answer. جميل. Question number 26 بيقول How do you think Rassendyll could cover up his mistake in the prince's palace? نفس الموقف بنقول طب ازاي Rassendyll بقى could cover up his mistakes قدر يغطي على اخطائه ازاي يخفي اخطائه ازاي. ودي كانت حاجه من مهارات Rassendyll اللي تخلت الناس ما تعرفوش. قلنا ان هو looks exactly like the king تمام. قلنا ان هو his German is perfect الالماني بتاعه ممتاز تمام. قلنا ان سابته فريندز هيلبد هيم ساعدوه. كل الحاجات دي تخليه ما حدش يقدر يعرفه وما حدش يكشفه. لكن كمان هو was very skilled was very skillful was very clever كان ماهر جدا to pretend that he always forgot rules ان هو دايما بينسى القواعد. عشان كده اول ما افتكر وعرف ان هو غلط قال او ام سوري اي اولويز فورجيت رولز انا دايما بنسى القواعد. دي كان حاجه عملها. طب غطى دار ازاي اكتر على خطأه؟ he decided to open the door himself for Duke Michael. قرر انه يفتح باب بنفسه مش يقول لحد من السيرفنت open the door for Duke Michael او let him in. لا ده هو decided. كمان اول ما فتح الباب وراح لديوك مايكل هي apologized for him اعتذر له. هي apologized to him اعتذر له وقال له my brother I'm sorry I didn't know that you were outside otherwise I would let you in. كنتش عارف انت بره والا كنت هخليك تدخل على طول. يبقى دار اخطائه بتظاهره بانه نسي القواعد pretend that he forgot rules كمان open the door كمان apologized to Duke Michael and this is the answer Mr. Ahmed. جميل. ننتقل لمستر صلاح عبد الله وquestion number 27 بيقول Do you think Michael could get into the room directly? هنا أستاذ طلاب مستر محمد بيقول هل كان ديوك مايكل يخش أوضة موجود فيها الملك مباشرة؟ No. He couldn't enter
the room. No one is allowed to enter without the king's permission. يعني ممكن شيء يقدر يخش الأوضة ببساطة ولا أي حد مسموح له يخش الأوضة الموجود فيها الملك بدون إذن الملك نفسه. Question number 28 بيقول How do you think Rossendil accounted his hurt finger to Michael? أنا مستعد يا جماعة بيقول إيه السبب اللي Rossendil قاله لمايكل عن إصابة اللي كانت موجودة في أحد أصابع يد Rossendil by saying that an animal bit him على طول قال له إن حيوان لدى Rossendil في أحد أصابع يده. جميل. ننتقل مع مستر رمضان التركي وquestion number 29 بيقول Why do you think Michael wanted to introduce his soldier to Rossendil at Flavius Palace? مستر أحمد بيقول لنا هو ليه مايكل قدم رجالته لرودولف راسندل في قصر البرنسيسة فلافي. طبعا هو الأساسي طبعا he wanted to طبعا عايز يرعبه to frighten him. He wanted to frighten him. عايز يقول له دول لا يخلصوا عليك. زي ما انت خدت حاجه مش حقك انا مش هسيبك. هي wanted to frighten him. اجابه بسيطه جدا وسهله جدا. هي wanted to frighten him. عايز يخوفه بس. جميل. Question number 30 بيقول What do you think Rossendil understood during his speech with Ditchard? هو ماذا تعتقد ايه اللي فهمه رودولف راسندل من حواره مع ديتشارد؟ طبعا هو كان تظاهر قدام ديتشارد. اتفضل اوكي تو بي كونتينيو. هو كان تظاهر قدام ديتشارد ان هي كانت سبيك انجلش ويل فلا ديتشارد بيضحك. يبقى هي اندرستود ذات ديتشارد اند مايكل زيمن نو ذا فاكت نو ذا تروث عارفين الحقيقه فقرر يكلمه بالانجلش اكسنت كلمه باللغه الانجليزيه خلاص كده. هو عارف ان ديتشارد عارف ان هم خطفوا الملك وعارف انه مش هو الملك الحقيقي وكمان رجاله مايكل عارف انه مش هو الملك الحقيقي فخلاص كده. يبقى هي اندرستود ذات ديتشارد اند مايكل زيمن اندرستود ذا تروث فاهمين الحقيقه. جميل. نطلع لفصل صغير ونرجع ليكم تاني. والفكرة مش مسموح له.
ورجعنا لكم تاني وكده. طبعا احنا يعتبر خدنا 30 سؤال كريتيكال ثينكينج حللناهم مع الاساتذه الفاضل اللي معانا، وهنشوف مع بعض كده لو في اي اديشنال انفورميشن المدرسين شايفين ان هي ممكن يضيفوها لنا بالنسبه لطلابنا الاعزاء. اه اتفضل مستر خالد. مستر احمد حضرتك كنت سالته لنا ان هو هل دوك مايكل يقدر يدخل المكان اللي فيه الملك او الاوضه بتاعته ولا لا؟ كان دوك مايكل انتر ذا روم اوف ذا كينج؟ طبعا الاجابه نو هي كان نوت. He is not allowed. No one is allowed to enter without permission from the king. ما حدش مسموح له يدخل بدون تصريح من الملك. بس why? Why can't Duke Michael enter? He is the king's half brother. هو الأخ الغير الشقيق للملك. يعني مش مجرد only duke لقب وخلاص. ولا هو مارشال. ده كمان فيه قرابة. قرابة جامدة كمان half brother. جميل. Of course these are the rules. دي قواعد. زي الجيش كده. زي الشرطه زي الداخليه عشان الطلاب نبقى فاهمين بروتوكول متعارف عليه بالظبط كده. ما حدش يقدر يخش غرفه اللواء وهو اقل لما ياخد اذن الاول. سو نقدر نقول ايه ذا كينج از هاير ذان دوك مايكل از هاير ذان هيم اند مور لويال تو ذم. حتى هو لويال يعني حتى دوك مايكل انا بعد كده في القصه ان هو عشان هيز ماذر واز نوت رويال والدته ما كانتش ملكيه فهي نيد تو ماري برنسيس فلافيا فيرست تو بي ايبل تو بي ذا كينج. لازم يتجوز برنسيس فلافيا عشان يقدر يبقى ملك. فهو في كل الاحوال اقل منه. عشان كده نقول the king is higher than him اعلى منه. So he cannot enter without a permission. This is my question. Okay. تفضل مستر امين. Do you think that Duke Michael has the ability to hide his anger? عنده الملكه ان هو يخفي غضبه؟ How do you know? I don't think. Why? When Rodolf Lysander spoke about the coronation, not having the coronation, all the expressions of Michael's face expressed his anger. He couldn't hide his anger. تمام. وفي موقف في الشابتر ده برضه. Shake hands with the king without looking at his eyes. Nervous. And the same coldly congratulations. His face turned white when he saw him for the first time. تمام. ده في الكورونيشن. اه تمام. هو هيز فيس تيرند وايت وين يو سو هيم نمبر 1. ده دي اكزامبلز كويسه جدا جدا. طبعا ما يقدرش يخبي الانجر بتاعه. لا هيم ويز انجر وذاوت لوكينج ات هيز ايز. تمام. هي كودنت هايد هيز اكسبريشنز انجر وين هي تولد هيم اباوت وات هابند ان ذا كورونيشن. تمام. اتفضل مستر صلاح. في موقف مستر صلاح في الشابتر ده اصلا. هو وين راسندل ثانكد ديوك مايكل اباوت كورونيشن اباوت هانتنج لودج اباوت هيز جاردز. This makes Duke Michael very angry, so he decided to leave the room immediately. I think so. أنا عايز من كل واحد من أساتذتنا الأفاضل يديني brief notes كده عن كل شخصية من الشخصيات اللي إحنا قلناهم في الأربع فصول اللي فاتوا. طيب أنا ممكن أتكلم عن سبت. يعني طبعا concerning this chapter. بخصوص الشابتر دوت يعني. briefly طبعا باختصار جدا. سبت يا جماعه يعني I think that there must be a moral of what we have already studied. يعني لازم يكون في هدف من اللي احنا بندرسه. What can we learn from this novel? سبت was an old hand man. Old hand هنا معناه experienced man. راجل خبره شويه في الحياه. So he said to فرايلر او he said to راسندل about فرايلر. لما قابل فرايلر طلع هو راسندل قال له ايه؟ قال له فرايلر is a good servant. انسان مخلص لينا وكل حاجه. But sometimes it's best not to trust. Even the best of men. اوعوا تثقوا في أقرب الناس إليكوا. This is Sept's advice. ودي نصيحة من Sept. When you grow up, لأن بكرة أنتوا إن شاء الله تكبروا وتبقوا مسؤولين في المجتمع. Okay. You have to be careful while talking to anyone. لازم تبقى حريص في الكلام مع أي حد وما تندركش أو ما تندركش معاه قوي يعني في الإيه؟ ما تنجرفش معاه في الكلام قوي. So you must be careful. This is Sept's advice for all of you. فدي يا جماعة نصيحة Sept لينا كلنا. وزي ما بيقولوا بقى باللغة العربية الغنية طبعًا. يقولوا احذر صديقك مرة أو احذر عدوك مرة واحذر صديقك ألف مرة فربما انقلب الصديق فهو أعلم بالمضرة. يعني ما ينفعش أقول إيه ده صاحبي قوي وأنتيمي وبحكي له على كل حاجة أو صاحبتي قوي. لا في يوم ممكن نخسر بعض هتكشف كل أسراري. تمام. ممكن حاجة كويسة أو حاجة مش كويسة. يبقى الجملة اللي قالها سبت اللي بيقول فيها إيه Sometimes it's best أحيانا يفضل يعني Not to trust even the best of men. ألا نثق في أقرب الناس إلينا. I think he is totally right. هو معاه حق جدا. لو في وقت أقول حاجة تاني ولا In brief. In briefly هو في سؤال بس أعتقد مهم شوية. Why couldn't Michael or although Michael kidnapped the king at his castle, why didn't he kill him?
هو ليه مايكل ما قدرش يقتل الملك بالرغم انه عنده لحد النهارده؟ طبعاً. بريفلي طبعا باختصار كده لان مايكل او مايكل ريلايزد ويل مدرك تماما ذات هي اف كيلد رودولف راسن اف هي كيلد ذا ريال كينج لو قتل الملك مين اللي هيبقى ملك؟ ها اسمعها من كنتو؟ اسمعها من اساتذتنا طبعا رودولف راسندل وود بيكام ذا كينج فور ايفر اكيد زي ما اساتذتنا قالوا يا جماعه ان رودولف راسندل هو اللي هيبقى الايه؟ الملك على طول اذا كيلينج مايكل او كيلينج ذا ريال كينج قتل الملك وودنت بينيفيت مايكل ات اول مش هيفيد ايه؟ مايكل باي حاجه ذاتس اول اي ثينك ثانك يو اوكي مستر رمضان مهم جدا احنا يعني نعتبر اهملناه وات ديد رودولف راسندل دو to make himself popular between the people of Mauritania. هو عامل ايه عشان يبقى عشان يبقى popular راجل شخص محبوب يعني راجل بروميس زي ما هو شعبيه خد ثلاث قرارات بروميسد خد ثلاث قرارات هو بروميسد ذا بيبول اوف برايت فيوتشر لا هو عمل ثلاث قرارات عشان يبقى لا ما انا هتكلم على اللي هو بعتهم بايه ثاني هو وعدهم كمان ان nothing would remain as it was زيروت بيتشينج مستر نبيل انا اقصد هو مستر بيتكلم في نقطه ثانيه اللي عمله عشان يعني نسمع راي مستر رمضان كده في السرير هي ديسايدد تو فيزيت ذا بول اريا مور اوفن از هي ديد ان ذا كورنيشن من وقت لاخر تمام هي ديسايدد تو فيزيت برنسيس فلافيا تو وين هير سبورترز يزور فلافيا اوكي هي ديسايدد نوت تو سي اني باد وورد اباوت مايك ما يقولش اي كلمه بخصوص ايه اني بوت فلاورز فروم ذا بور جيرل طبعا راسل بيعمل شوبينج للناس ده سؤال مهم جدا اند جيف هير I thought that you were talking about Michael. أنا فكرت بتكلم على مايكل. امتحان 2015. لا أنا بكحكي بتكلم على مايكل. لا لا أنا بقول رودولف راسندل. لا أنا فكرت بتكلم على مايكل. مايكل عمل حاجات هو برومو. جميل. ده مش راسندل اللي عمل كده. أنا فكرت بتكلم على نفس الوقت كمان هو في آخر حاجة. نسمع بس خالد عطية. كده راسندل. في آخر حاجة كمان تأكيدا لمستر رمضان إن رودولف راسندل decided. To keep some secrets away from the people who he trusts most. قرر ياخد بنصيحة سبت زي ما قاله ما تثقش في حد وفعلا he decided to keep his plan a secret. قرر يخلي خطته سرية as king is do زي ما بيقول مستر خالد زي ما ايه تصرفات الملوك بتعمل يعني. جميل. في نهاية حلقتنا بنشكركم جميعا مستر نبيل بكير، مستر خالد عطية، مستر خالد عبد الهادي، مستر صلاح عبد الله، مستر رمضان التركي. ونشوفكم في حلقات قادمة إن شاء الله ضمن البرنامج المكثف بتاعنا للمراجعة لنصف المنهج. أشكركم. شكرا. شكرا.